بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله ولذيذه كده ومشجعه بسيطه خالص، طعمها يجنن. ايه بقى اول وصفه هنعمل؟ كاس هديه الدجاج ده كده يعني زي ساندوتش حلو حلاوه، والحشوه بتاعته فيها فراخ وفلفل الوان، شويه تتبيله كده بسيطه، هتعمليه حلو جدا وتحفه وخطير. الوصفه الثانيه هنعمل شويه معجنات كده بالجبن والخضار، تنفع قوي للمدرسه زي اللي بنشوفها في الافران. عجينه بسيطه جدا مش تاخد منك ابدا اي وقت، هنحط لها من فوق بقى زيتون وجبن وممكن كمان حتت من الهوت دوج، يعني تقدري تحطي اللي انت عايزاه، ونرش عليها سمسم فظيعه زي بتاعه الافران كده، الولاد يتعشوا بيها ياخدوها معاهم المدرسه بدل الساندوتش، يعني كل يوم ساندوتش ساندوتش، ممكن تعملي لهم المخبوزات الحلوه دي. واخر حاجه هنعمل كيك، بس كيك بقى في طاجن، طاجن فخار، هنعمل طاجن كيك التفاح، حلو جدا، وبنقدر كمان نفكه من الطاجن ونقلبه، فكره تحفه جدا للكيك بالتفاح. التفاح طبعا خطير ومغذي ومفيد جدا، بس هنعملها كمان في طاجن صغير كده، هتعجبكم قوي ان شاء الله. نقول بقى مقادير اول وصفه، الكاسه دي بالفراخ. ايه بقى؟ معايا نص كيلو من الفراخ متقطعه مكعبات صغيره وتكون اوراك، افضل حاجه عشان تستوي معانا بسرعه وما تاخدش وقت. اللي انا المقادير اللي انا بقولها دي، ده مقادير الحشوه بتاعه الساندوتش اللي احنا هنعمله، تمام؟ نص كيلو من الفراخ المتقطعه مكعبات صغيره، اوراك او صدور، وانا افضل الاوراك، تمام؟ بصلايه حلوه كده متقطعه مكعبات صغيره، معايا فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، ممكن بدل الفلفل الالوان فلفل اخضر رومي بس مفيش مشكله. طماطم كمان بس مش هنحط كتير، او ممكن نستغنى عن الطماطم، هي الطماطم بيبقى ليها الميه بتاعتها، هتعمل طعم حلو في الحشوه، لكن لو زودنا الطماطم قوي هتخلي الساندوتش ماي ماي كده ومش لطيف، فنحط طماطم حبه صغيرين او ما نحطش خالص، تمام؟ ملح، فلفل اسود، بابريكا، رشه كمون ورشه كزبره ناشفه، ومعانا معلقه صغيره من الثوم البودره والبصل البودره ورشه زعتر برده حاجه خفيفه كده، ومعايا عيش التورتيه او عيش التورتيلا. العيش دوت بيتباع في كل السوبر ماركتس وسهل جدا، واحنا عملناه هنا في البرنامج مليون مره، اللي هو العيش الطري او الرقاق الطري، مش اي حاجه غير دقيق ورشه ملح ورشه سكر وميه دافيه للعجن، وبيتفرد بالزيت، فاحنا عملناه كتير. وطبعا كل الوصفات اللي احنا بنعملها بتنزل على اليوتيوب بتاع قناه النهار، فتقدروا ترجعوا للوصفه، وهي سهله جدا زي ما قلت لكم، هي دقيق وملح وسكر وميه دافيه بس، وبنفرد العجينه كور العجين بالزيت بس كده، الوصفه خلصت وخطيره. عايزين نحط هنا بقى طاسه على النار عشان ايه؟ نسوي الحشوه اللي هنعمل فيها كاسديه الفراخ. هنحط هنا زيت وناخد هذه السباتولا، وعايزه انزل اول حاجه خالص بالفراخ، عايزاها تنزل ميتها وتتشوح، وبعدين ابتدي احط لها بقى البصل والفلفل الالوان. ننزل كده بالفراخ بس متقطعه ايه؟ مكعبات صغيره. لو عندك فراخ اصلا بايته وراك مثلا العيال ما اكلوهاش، او صدر فرخه مشوي مش عارفه ايه، اي حاجه من الكلام ده، ممكن تقطعيها وتشوحيها كده زي ما انا هشوحها بالظبط، يعني انا المرحله دي هسوي فيها الفراخ واحط بقيه المكونات. لو انت عندك الفراخ اوريدي مستويه شوحيها بس كده، تصحصح في شويه زيت عقبال ما ايه نضيف باقي المكونات عليها اهو كده. رش لها بس كده رشه خفيفه من الملح والفلفل، ملح وفلفل، وايه نقلب الكلام الحلو ده. عايزه اطمن ان الفراخ كلها استوت واخدت تشويحه حلوه، عشان كده بقول لكم دايما الاوراك بمتاخدش وقت، وكمان وهي متقطعه صغير كده وبتبقى طريه وجوسي، ما بتبقاش ناشفه زي الصدور، ما عرفش انا عندي موقف مع الصدور، بحب الوراك. لكن انتوا زي ما انتوا عايزين، كل حد وذوقه بقى كده اهو. خلاص بصوا الفراخ خلاص استوت ولا اي حاجه، هوا خلصت على طول. هنحط بقى بصل كده ونقلب الحشوه برده معاها بهذا الشكل الظريف، تبتدي بقى ايه البصل ريحته تطلع تبقى تجنن. معانا الفلفل الالوان نفس الحكايه، نحط كده وندي برده تقليبه،
وزي ما اتفقنا بالنسبة للطماطم أنا مش هحط طماطم كتير، يعني نص طماطماية كده متقطعة مكعبات مش أكتر من كده، هتعمل لنا طعم من غير ما إيه نحس بأنها طرية قوي أو ممايماية في الساندوتش. تمام كده اهو اهو، عايزين بقى ايه نسيبهم يتشوحوا ونحط التوابل. هنحط البابريكا وهنحط الكمون رشة والكزبرة رشة والبصل الباودر والثوم الباودر معلقة صغيرة من كل حاجة فيهم، ومعنا الزعتر ممكن نحط برضو معلقة صغيرة، وطبعا ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب الكلام الحلو ده مع بعضه. الريحة فظيعة كده، هي دي الحشوة. وطبعا طبعا تقدري تغيري اي حاجة فيها او تشيلي حاجة فيها، تحطي حاجة، ينفع نحط زيتون وينفع نحط مشروم هيبقى ظريف كده اهو. بس كده عايزة بقى هنا معايا طاسة عايزة اسخنها، اللي هي الفلات دي عارفين بتاعت البان كيك، بس ينفع طاسة عادية برضو ما فيش مشكلة، هي بس عشان عندنا في البرنامج فهستخدمها. هنحط لها رشة زيت خفيفة، مسحة زيت كده، عقبال ما تسخن نكون فردنا الساندوتش اهو. ادي عيش التورتية اهو، عبارة عن ايه يا شباب؟ هنقول مثلا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق عليهم رشة ملح، معلقة صغيرة من السكر، ومية دافية للعجن. وتفضلي ايه، طبعا الدقيق عايزينه دقيق قوي بتاع مخبوزات. تمام، هتفضلي تعجيني في العجينة لغاية ما تتلم معاكي وتبقى عجينة كتلة كده، وتقطعيها كور على قد ايه كل رغيف من دول كور، والكور دي تغمريها بالزيت في طبق وتسيبيها ترتاح ساعة، وبعد كده تاخدي كورة كورة وتفرديها بالزيت، هتلاقيها اتفردت معاكي على النار نار متوسطة في الطاسة، وتقلبي عيش التورتيه هتلاقيه اتعمل معاكي حلو قوي، او هو برضو الرقاق الطري نفس المقادير ونفس الطريقه. تمام، عشان يبقى جاهز معاكي العيش الحلو ده. انا خلاص بصوا الحشوه كده ايه عظمه وجاهزه ومية مية. عايزه اجيب معلقه، وهنا عيش التورتيه الحلو ده هنقوم واخدين من الحشوه ونحط بقى هنا كده، نفرد كده بهذا الشكل الظريف. ممكن كمان طبعا نحط لها جبنه، انا هحط لها جبنه برضو معاكم دلوقتي كده، ما نكترش قوي في الحشوه عشان تبقى مظبوطه وحلوه. وعايز شويه جبنه بقى ايه موتزاريلا كده، نحط الجبنه كده من فوق، او ممكن كمان جبنه شيدر هتبقى ظريفه قوي. تعالي يا جبنه يا شيدر، واجيبها من الاخر اهو كده بالشكل ده، ونوزعها كده اهو، ونغطيها بواحده كمان من العيش التورتية اهو. تعالى يا عيش كده، وهاخدها على شكلها اللطيف ده في الطاسه اللي انا دهنتها ايه زيت علشان تاخد لها لون حلو كده. ممكن خلاص بقى نشيل الطاسه بتاعت الحشوه دي، شكرا يا حشوه، هنكمل بيكي بقيه الحاجات هنا كده. عايزينها بس كده تاخد لون حلو، وبعدين نقلبها الناحيه الثانيه وهوريها لكم حالا. احنا ممكن ننقلها هنا على العين اللي هنا دي جوه يا سموره لو سمحتي اهو كده اهو. والجبنه هنلاقيها ساحت برضو وبقت لطيفه قوي ان شاء الله كده. نشوف ايه الاخبار اهو كده اهو.
اول ما تاخد لون الجزء الثاني كمان هحطها على طول قدامكم على القرمه وهنقطعها اوريها لكم بقى كل ربع كده لوحده، بتبقى طعمها يجنن، حلوه قوي وسهله كده. والجبنه بقى اللي احنا حطيناها هتسيح والحشوه بقى خطيره وكله هيبقى تمام. بص عليها كده تمام، خلاص خدت لون حلو قوي. ننزلها بقى هنا كده وايه، ونقطعها بالسكينه. هي فين السكينه بتاعتي؟ تمام كده اهو، وكمان كده اهو بالشكل اللطيف ده. بصوا بقى هتبقى ايه، تحفه، احلى ساندوتش ولطيف جدا وسهل قوي قوي يا جماعه، هيعجبكم خالص مالص. انتوا تقدروا كمان تحطوا جبن اكتر من كده وتدلعوه بقى براحتكم خالص. احلى ساندوتش او كاسادية الفراخ، جربوها قولوا لي ايه رايكم. هنطلع بقى فاصل اوام الم اشيائي ونرجع نعمل مخبوزات معجنات كده بالجبنه، مناسبه جدا للمدارس او كتغيير بقى في العشاء بدل السندوتشات والكلام ده، خطيره. فخليكم معانا بعد الفاصل. جيت. هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، خطيره، شويه مخبوزات كده في السريع. هقول لكم مقادير العجين على طول. ايه بقى؟ 4 كوبايات من الدقيق، تمام. 4 كوبايات الدقيق دول يكون دقيق قوي، تمام، مش عايزين دقيق ايه بقى يعني ضعيف ولا حاجه، عايزين دقيق يكون قوي. معايا كمان معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، هنحتاج طبعا رشه ملح، هنحط 3 معالق كبار من الزبادي، الزبادي هيخلي لنا كده العجينه تحفه. هنحتاج تقريبا 1 كوباية زيت، ممكن اقل شويه يعني ممكن نخليها 1.25 كوباية من الزيت. هنحتاج 1 كوباية لبن، تمام، وبرده ميه دافيه هنحط بالتدريج لغايه ما العجينه تلم معانا. يبقى ايه، 4 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، رشه ملح، 3 معالق كبار من الزبادي، تقريبا 1 كوباية زيت او ممكن نخليها 1.25 كوباية لو انت حاسه ان 1 كوباية كده هتبقى كتير، مع ان هتبقى حلوه يعني، بس احنا لو قللناها ممكن نقلل 1/4 كوباية فقط، تمام. وكوبايه لبن يكون دافي وميه برده دافيه هنضيفها مع العجين لغايه ما يلم معانا ويبقى كتله كده محترمه من العجينه وبس خلاص. طبعا الحشوه بقى معانا بقى جبن وزيتون، فلفل الوان، معانا هوت دوج، ممكن كمان تحطوا اي حشوه انتوا تحبوها. وهنحتاج على الوش ندهن المخبوزات دي بعسل اسود، هنخففه بشويه ميه وطبعا رشه سمسم، يعني احنا مش هندهنها ببيض ولا حاجه، لا احنا هنخفف عسل اسود بميه وبعدين نرش السمسم وبس خلاص. هطلع هنا البوله الكبيره وانزل بالدقيق، دقيق مخبوزات قوي يكون مكتوب عليه جميع الاغراض او جميع الاستخدامات او بيتزا، تمام. ارش رشه ملح كده على الدقيق، وننزل بالسكر وبالخميره بالزبادي كده اهو، تمام، وكمان بالزيت زي ما قلت لكم. انا هحط ايه، 1.25 كوباية، مش 1 كوباية كامله بس كده، من الزيت. ومعانا اللبن، 1 كوباية لبن، وهجيب جنبي برضو الميه علشان ايه، نعجن العجينه وتلم معانا، هتلاقوها بقت ظريفه جدا كده، نلمها كده. احنا هنعجنها بلبن وبميه علشان ايه، يعني اللبن يرفع القيمه الغذائيه بتاعه العجينه ويطريها، واحنا كمان حاطين زبادي هيعمل برده، هيفرق في طراوه العجينه جدا، خليها هشه كده وحلوه. وكمان هنحط لها ميه علشان نبقى عملنا كل الحاجات يعني، لكن لو عايزه تعجنيها كلها بلبن مفيش مشكله،
نجيب بقى الميه. يلا يا ميه اهو كده، ونلم العجينه ونعجن لغايه ما تتلم معانا، بتبقى عجينه متماسكه وبتلزق سنه، ما تكونش ناشفه، دي حاجه مهمه. العجين الناشف دوت بيخليها مش يعني بتطلع المعجنات مش حلوه، خليها تبقى سنه كده بتلزق. وهي بعد العجن اللي انت هتعجنيه لها اي تلزيق خفيف مضايقك هيروح كده. دي المفروض تتعجن بقى عجن حلو قوي 4-5 دقايق ولا حاجه بايدك الاثنين كده، لغايه لما تبقى ملساء وطريه وظريفه، ونسيبها بقى تخمر لان احنا حاطين لها خميره. تمام، هتفضلي تعجني فيها كده، ما ينفعش لسه نقعد نعجن فيها، وبعد كده نسيبها نغطيها ونسيبها ساعه مثلا، ساعه الا ربع، لغايه ما تخمر ويتضاعف حجمها. وانا معايا واحده طبعا خمرانه اجيبها لكم حالا. نجيب قرمه العجين معانا هنا كده، اهو نوسع المكان بس كده، اهو عجينه خطيره. شوف هنا معايا دقيق، لا مش معايا دقيق، هنا جنبي. بصوا العجينه حلوه ازاي، وهشه وتجنن فظيعه. هناخد منها على طول كور كده اهو بالشكل ده، حسب ما انت عايزه بقى تعملي المخبوزات دي حجمها قد ايه، براحتك خالص اهو. وكل كوره منهم مثلا هتنفردها كده بالشكل ده. وعايزه اجيب صينيه فرن، يا صينيه الفرن انت يا حلو اهو، هناخدها كده نعمل لها كده بوز من الجناب مثلا هنا كده، وبوز من هنا كده بالشكل ده، بسيطه خالص. ونشيلها حتى عشان ايه نعرف نتحكم فيها اكتر، نحطها هنا على صينيه الفرن. ومعانا بقى شويه فلفل اخضر، معانا هوت دوج كده متقطع مكعبات مثلا، زيتون كام شريحة كده من الزيتون، شوية جبنة شيدر، شوية جبنة موتزاريلا مثلا كده اهو بالشكل الحلو ده. وايه والحروف دي بقى عايزين ندهنها زي ما اتفقنا، معانا عسل اسود عايزين نخففه بشوية مية هنا كده، نحط شوية عسل معانا، ميه معلقتين كده ولا حاجه من الميه بس كده. ونجيب الفرشه وندهن الحرف كده بتاع المخبوزات الحلوه دي، هيديها لون وهيخليها ظريفه جدا. وبعدين احنا مخففينه بميه فمش هيبقى مسكر قوي يعني، لا هيعمل طعم لطيف. ومعانا سمسم بقى كده اهو، نحط السمسم فوق العسل المخفف اللي احنا مخففينه ده كده اهو، وتدخل فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص في حدود ربع ساعه 20 دقيقه بالكتير. وطبعا حسب انت عاملاها حجمها كبير ولا صغير فتابعيها، ممكن تاخد 10 دقائق بس 9 دقائق على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. ايوه يطلع لكم بقى حلوه وخطيره زي اللي احنا عاملينها دي. ممكن كمان تحطوا معاها بسطرمه لو عايزين حتت من البسطرمه، كل الكلام ده هينفع وهيبقى خطير. جربوها وتاكلوها بالف هنا وشفا. وزي دايما زي ما بقول، اي مخبوزات او معجنات بنعملها في الفرن لما بتخرج بنطرطش عليها بطراطيف صوابعنا كده او ببخاخ رشه ميه خفيفه، ونغطيها بفوطه عشان تهدى كده وتطرى وتعرق شويه، بتبقى لطيفه ما تبقاش ناشفه. بس خلاص هنروح فاصل بسرعه، الم اشيائي ونرجع نعمل طاجن كيك تفاح تحفه خطير. خليكم معانا بعد الفاصل.
انا جيت. هنعمل دلوقتي اخر وصفه معانا، كيك التفاح في الطاجن، حلوه جدا وسهله قوي. ايه بقى؟ معايا كوبايه دقيق واحده، معايا بيضه تمام، ربع كوبايه من السكر البني، ربع كوبايه يعني قد فنجان القهوه كده من السكر البني. ما عندكيش سكر بني ممكن تستخدمي السكر الابيض العادي وتحطي عليه معلقه صغيره من العسل الاسود وتفضلي تقلبي فيه كده، هتلاقي السكر الابيض بقى بني كده وهيدينا الطعم الظريف في الوصفه تمام. معايا نص كوبايه من الزبادي، الزبادي بتاع العشا الصغير ده هناخد منه نص كوبايه، يعني تقريبا معلقتين كبار، 3 معالق كبار من الزبده السايحه تمام. ومعايا كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وتفاح متقطع مكعبات، ومعلقه قرفه صغيره، وكمان معلقتين من السكر البني هنحطهم على الوش بتاع الكيك عشان يعمل له شويه كرمله كده مع التفاح وبس خلاص. ممكن كمان نحطه يعني مش على الوش، احنا هنحطه من تحت فلما نقلب الكيك يبان ان هو على الوش يعني. بس كده وصفه خطيره. عايز ادخل الزبده دي المايكرويف عقبال ما اقلب بقيه الايه مكونات. بس كده هنطلع بوله ونجيب المضرب السلك، ومعانا بيضه اول حاجه هنحطها نضربها كده، نضربها كويس قوي، والفانيليا نحط لها فانيليا، لان احنا هنحط قرفه برضو بس نحط فانيليا كده. وعايزين نحط الزبادي تمام كده اهو، وكمان السكر البني. اتفقنا ان احنا ممكن نعمل سكر بني في البيت بان احنا نضيف على السكر الابيض معلقه صغيره من العسل الاسود، يبقى معاكي سكر بني. هنجيب بقى الزبده، تعالي يا زبده اهي، الزبده ساحت، هنحطها ونقلب برضو كل المكونات كده، مفيش اسهل من كده. ومعانا الدقيق بقى هنحط عليه البيكنج باودر والقرفه ورشه ملح، ونقلبهم كده وننزلهم على الخليط ونقلب كده اهو. ممكن بقى نجيب السباتيلا عشان هتبقى بتقلب احسن كده اهو، اتجاه واحد بس كده بهذا الشكل الظريف. بصوا بيبقى قوام الكيك سميك زي ما انتوا شايفين كده، تبقى تقيلة تاخد وقت شوية زيادة في الفرن، خلوا بالكم كده. اول ما الدقيق اللي فيها يختفي تماما كده خليط الكيك جاهز وخطير. طيب هنعمله في طاجن بقى، فانا معايا طاجن اهو، هاخد السكر البني هدي فرشه كده للسكر البني هنا كده في الطاجن تمام. وطبعا المفروض نحط كمان زبده، بس هقول لكم حاجه، انا هحط زيت بقى عشان مفيش قدامي زبده دلوقتي. دهنت كده ايه زيت او زبده مع السكر البني، دي مهمه قوي علشان كمان الكيك ما يلزقش في الطاجن تمام، ويعمل لنا كرمله. ومعانا التفاح، مكعبات التفاح، تفاح اخضر تفاح اصفر تفاح احمر براحتكم، بس طبعا عايزين نقشره تمام كده اهو. بس كده ونقوم حاطين الخليط بتاع الكيك فوق التفاح ده كده اهو كده اهو بهذا الشكل الظريف، ونفرد كده ايه الكيك وفرن سخن درجة حرارة 180. هنقوم مدخلين طاجن الكيك الحلو ده، طبعا تقدري تعمليه في صينية كيك عادية، انا بس ايه عاملاه في طاجن هيبقى يعني حركة جديدة يعني وهيبقى ظريف وهيتقلب وكل حاجة مادام دهنا الطاجن زيت او زبدة تمام. يدخل بقى في الرف اللي في النص درجة حرارة 180، هياخد له طاجن زي دوت في حدود 40 دقيقة مثلا تبعيه، بس هو بياخد وقت شوية طويل لان خليط الكيك بيبقى تقيل تمام. احنا معانا بقى طبعا عاملين كتير، بس معايا واحدة هنا عايزة اقلبها معاكم. بصوا هاتيها لنا كده يا سمورة،
اهي بصوا خطيرة ازاي، بالسكينة كده بتوسعي بالراحة خالص لغاية لما تفك معاكي. وانا اوريدي عملت كده بس هعمل تاني معاك اهو. بصي بالراحة طبعا، واحنا ايه الطاجن دهنينه فما فيش مشكلة. وهاجي هنا كده اهو اهي، بصوا خطيرة كده اهو، وتتقطع بقى وتتاكل، بيبقى التفاح مكرمل مع السكر البني، وتبقى وصفة كيك خطيرة يا جماعة. تقطعيها بقى كده اربع ولا حاجة، او حتى تاكليها على طول من الطاجن، عليها بولت ايس كريم، عليها كريم شانتي، براحتكم خالص. واحنا عاملين منها هناك، سمورة هتجيبها لكم اهو. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. الحلقة خلصت. عملنا ايه بقى النهاردة؟ عملنا اول وصفة الكاسادية. كاسادية الفراخ هو ساندوتش كده لطيف، حشوة خفيفة ولطيفة وسريعة، وحطينا لها كمان جبنة، وبتستوي على النار على طول. عملناها بعيش التورتية اللي هو يشبه جدا الرقاق الطري، خطير. والوصفة الثانية مخبوزات لطيفة بالجبنة والخضار، تنفع في المدرسة وتنفع في العشاء، عجينة بسيطة ولذيذة. وآخر حاجة عملنا الكيك، كيك التفاح في الطاجن، وصفة برضو ظريفة جدا ومقادير بسيطة. إن شاء الله يا رب تعملوها وتعجبكم بألف هنا وشفا. بشكركم جدا أن أنتوا تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعة 1 على قناة النهار، والسبت والحد والاثنين بنكون على الهوا. باي باي.